قتلى ومفقودون وتضرر نحو 3 مليون شخص بسبب الأمطار المستمرة في الصين. والصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات في شمال شرق البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن عززت الصين من مساعدتها للمناطق التي ضربتها العواصف، حيث قامت بتوزيع 350 يوان إضافية أي ما يعادل 48 مليون دولار لدعم جهود الإنقاذ ومكافحة الفيضانات، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد. وتضررت مناطق خاصة بإنتاج الأرز وغيرها من الحبوب الغذائية، وتم فقدان عدد من المواطنين وإصابة المئات بجروح بجانب الخسائر المادية الكبيرة جراء هذه الأمطار. فهناك إنذار للفيضانات المحتملة في شمال شرق الصين، وتعمل الحكومة الصينية حاليا على إنقاذ المحاصرين ونقلهم إلى أماكن آمنة، وأيضا عمليات إنقاذ المفقودين مستمرة. كما أعادت قوات الإنقاذ تشغيل 85 من مرافق الكهرباء و26 من مرافق الاتصالات. ويتواصل سقوط الأمطار على مدينة شولان، حيث بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار إلى 122 ملم، وربما ترتفع مستويات الأنهار الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة إلى أعلى من المستويات المقلقة في جنوب بكين ووسط إقليم خبي وبعض الأجزاء في غربي وبعض الأجزاء الشرقية وبعض المناطق الشمالية، وبينما يحتمل حدوث سيول ومخاطر جيولوجية في أنحاء المناطق الجبلية. وطالبت السلطات الصينية تجنب المناطق المنخفضة وأماكن تجمع السيول والحذر من البرق والانهيارات الجبلية.